غيرتي لي اخويا الكونط عاد بالك انت طيرتي غيمشيو الميساجات، راه انا ما مسكرينياش، انا راه ماشي حماره ولا عاد جيت البارح عاد زاديت باش انت غطير لي الكونط، وانايا غنسكت ولا انايا مثلا انت طيرتي الكونط احق انا ما غنعاودش ندير كونط اخر، بالعكس غنعاود ندير كونط عادي غنبدا زيرو. ودرتو ايه درتو مع 10 الليل الحمد لله راه بخير. سينيالا والكونط فوالا، انت يا الاستاذ ولا الاستاذه باش انت يعني الكونت ديالي حطيتيه مشي تسينيالا، انا راه دريه واجهني، انا مثلا درت غلط انا يعني طلعت وبقيت كنهضر وداكشي فقت الصباح ما فاهمش درت لايف هضرت فيه طلبت السماحه منهم واحد واحد، كاين اللي جاوبني في يوتيوب كاين اللي جاوبني بطريقه اخرى، الناس الاخرين تسامحوا معايا ما كاين والو نساو الموضوع، ولكن كاين بنادم حساد لداخل ما نساش الموضوع. لا الدريه طلع الكونت ديالها، اي واحد الدراري عنده كونت فيه ما غيبقى فيه الحل، 20000 دوالي هكا 3 شهور وانا خدامه على الكونت ديالي، واول نهار اصلا اللي بنادم كيقول لك انت بغيتي ديري البوز ولا بغيتي، انا الكونت ديالي اصلا قبل ما نهضر في الموضوع كانت فيه 15000، شنو ديت منكم 3000 ابوني بنادم بدا يسمع بوش ديت منكم 3000، كتقولي انت طلعتي الكونط باغا ديري البوز هضرتي عليه مش ديري البوز، لا الزين انا الكونط ديالي كان طالع، انا الكونط ديالي كان طالع، يعني انت دا تقول لي انت درتي الكونط طلعتي الكونط على ظهرنا، لا انا الكونط ديالي طالع اصلا كنت باقا ما جبت حتى شي حد، كنت هي بوحدي كنطلع كنضحك مع الدراري والدريات طلع لي الكونط، كلشي بنادم كيدخل كي ابوني علاش حيت الدريه دراري الفوق كنطلع كلشي الدراري كنطلعو ما هذاك لي سينيالي بنادم ما والو، لا هذاك لي سينيالا بين واحد الخبت من جهته، واخا انا طلبت السماحه انت لا بيتي واحد الخبت، انا ما غنجبدش سميت غير من هضرتو بنادم ما يعرفوني علاش على ما كنهضر. المهم باش نبارطاجي الحكومه هنا بعدا هذيك ما كتزقلو الحكومه ما كايناش نبارطاجي لها اللايف بلاتي هذه دريه صحيبتي. انا نكمل لكم بلاتي فايقين على قبلك، واو شوف الناس اللي كيبغيوك عم شكونوا فاهمين، انا ما ضريت حتى شي حد، انا هي ما توصلش ليا الوالد ليا ياك وما ياك نتوما ياك جاوبتو درتو اللي بغيتو هضرتو درتو اللي بغيتو، مي انا طلبت السباحه علاش حيت بنادم بلاتي حيت البنادم ملي كيجي وكيطلب منك السماحه صافي راه كيهرسك قبل ما نكونوا فاهمين نورا كنشوفك، اما انت باش غادي تنوض تحط الكونت ديالي وتقول لهم دخلوا سينيالي واشنو كتسمى كتسمى هادي خبط جادو من جهتي، الا ديك الساعه ما تقبلش السماحه ديالي سير معايا في الفيديوهات وانت مثلا غدا ادي عليا فلوس في يوتيوب ولا ما عرفتش فاش غدير عليا فلوس، انا عارفكو انا انستغرام ما كيخلصنيش، ولكن لا انا نهضر انا هضرت عادي كنضحك طلبت السماحه من اي واحد يتقبل، لما تقبلتيهاش ديك الساعه ما تقولهاش ماشي تقول لي حنا مسامحين واخا. المهم انا علاش قلت لكم بارطاجيو ليا الوالد، الوالد ما غنعايرو ما نقول ليه حتى شي حاجه، داكشي الوالد اصلا في مشاكل الله يسهل عليه، دري ما شوف هذاك هو خو نهار اللي طلعني لريال لاجوج شكون هو فعلي طلعني في اللايف ديالو، خديت صراحه اللي زابوني من عنده ديت منه شي الف ما خدا من عندي حتى شي حاجه، هادشي اللي كاين. انا دخلت راسي في مشكل، شنو المشكل اللي دخلت فيه راسي؟ انه ملي انايا طلعت وشكرت سيمو خو وليد ملي شكرتو انايا في اللايف بنادم ولا باغي تضاد معايا، علاش نتيا وعلاش نتيا كتشكري بنادم في اللايف ديالك؟ واش انت شغلك انا شكرت بنادم في اللايف راه عارف راسو دابا نهضر عليه، انا شكرت راسي انا شكرت واحد حيت ما كذبتش قلت لي عندي سيمو طلعني في اللايف ديالي ما خديت حتى ريال، انا ملي ناضو صداع ديالي حيت طلعت حيت بلاتي نحيد الموسيقى، انا شكرت سيمو وليت في مشاكل ولاو كيقولوا علاش انتي بنادم ضد معاه وانتي، انا ما قلتها الصراحه الدبابي دري طلعني ما خدا مني لا ريال لا جوج باش نكونوا فاهمين، انا علاش بغيت والدي يجي هنايا، انا كيف اخويا درت معاك الجميل شكرت
شكرت لك خوك في اللايف ديالك، حتى انت جيت طلع عندي هنايا غتعاوني نطلع الانستغرام ديالي حيت كان فيه 20,000. طلع الانستغرام ديالي صافي. اما اللي بغيتي برهوش داير اللايف ماشي مشكل، الا ما بغاش يجي نجيبه بطريقه اخرى هانيه، ما عنديش المشكل. انا كيف هادشي ديال انستغرام كله مشاكل والله عام ما علينا. انا شكرت لي خو وليت في مشاكل معاه وليت في مشاكل مع بنادم في البريفي على ود خو، حتى طلع اخويا هنايا غطلع لي الانستغرام ديالي حيت كان 20,000. انا هبط لي الانستغرام، ما اي واحد اي واحد فيكم نكذب عليك كذاب يقول لي يديو لي انستغرام ما عرفنا منين شدوك مره هما نصابه طلبوا منك. لا دراري لا 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 لا, لا. شوفوا انا نهار انا طلعت مع خديت لي ريال لجوج من عندهم، ما كنهضرش معاهم بريفي، جيت صيفط دكاس طلعني ما كاين حتى شي حاجه كبر بيا عادي. ده هذا الحال قلت لكم بقى فيا الحال انه الفيديو اللي تلاح، الفيديو اللي تلاح حتى هو داروا في الستوري ديالو ما كانش عليه يديروا، ما خدي الدراري ما خدوهم حتى شي حاجه. انا هذوك الدراري الله يعمر عذار ما بينهم حتى شي حاجه، ولكن الا ما بغاش يجي ولا بغاو يدير بغى يدير شي حاجه يدير فيها حتى هو عميق نتعمق معاه. فهاني ما كاين لا طلب مني فلوس لا لا، ما كاينش هاد الهضره هادي. انا كنسحبها الا قلتها كنسحبها، ما خداو من عندي حتى ريال سالين. يعني بنادم بالليله ونهار تفيق تلقى الكونت ديالك مشى، وانا وليت في مشاكل مع بلاتي نشوف وليت في مشاكل مع بنادم رد لي اخويا الجميل ديالي صافي ما كاين حتى شي حاجه. انا قلت لك عطيني 3000 درهم ما ندي عطيني 1000 درهم نطلعوا شي واحد بما جاو بارطاجيو ليهم عادي راه غيجي، ما بغاش يجي نجيبو عادي طلع باش نجيبو. لا ما قلتهاش لا قلتها كان الحكومه والله الا بسبابهم. السلام عليكم صافا هانيه الله ينورك بخير حبيبه كلشي مزيان. عقلتي عليا بعدا؟ لا ما عقلتش لك، انا بنتي ليا دابا بيا قلت هادي ما يكونش فوق طلعت. لا انا اللي طلعت معاك ديك النهار في اللايف، فاش كنتي دايره اللايف؟ اين نهار انا ديما دايره اللايف. ما فاش كتطلبي السماحه وقلت لك كون كانت عندي نمرة كونسونيت ليك. انا عاد دابا ما لابساش حوايجي ما باش نطلع هكاك. ماشي مشكل ماشي انا نجاوبكم على واحد السؤال بلاتي، علاش كذبتي على واحد من هادوك اللي جبتي الدراري؟ قبل ما نقول لكم واحد جوج كلمات، انا ما كذبتش، ماشي نتوما شفتوا كل شيء بعينيكم. الا ناض واحد هضر عليا، انا قلت لكم في اللايف اذا بقيتوا عاقلين دخلوا اليوتيوب راه باقي، قلت لكم انا صيفطت للناس ميساج كيجاوبوني حاجه عاديه. انا شو قلت لكم مثلا علاش انا بالضبط كيجاوبوني اي واحد غنصيفط له ميساج غادي يجاوبني؟ علاش؟ حيت عادي واحد شاف دريه زوينه غيجاوبها. قال لك ما يطلعكش، علاش قال لك ما يطلعكش؟ فين قالها؟ فين نكرني؟ فين نكرني؟ راه في يوتيوب هو براسو راهو في يونو كان داير لايف في يوتيوب قال لهم هذيك الدريه راه سمعتوا واش قالت، هاي شهاده الحق. يعني انا شهدت براج قال لك ما يطلعكش ما يطلعش معاك. الا ما يطلعش معايا ماشي مشكل، ماشي شوفي انا متاكد من الهضره ماشي مول. قولي لي الزين كملي. قلت لك ديك النهار قلت لك كون كانت عندي النمره كونسونيت ليك واحد شويه وانا فاش هبطت قلت لك بلاتي راه الكونيكسيون مال الكونيكسيون كيطلع معاك واحد داير سميتو هذا باش يدخل يبدا يسد. يلا تخيلي معايا بنادم فين وصلات به الدرجه. شكون هو هاد بنادم؟ راني سكرينيتو كان دارني سميتي باش تطلع لك هي سميتي باش تطلع لك في اللايف. طلعي ساب وانا كنشوف انت وكنطلع كنقول هو كيطلع وكيطلع ومرتاحين وناري انا راه صفاو عليا هاد الناس وحق الرب. ترى بنادم ما عنده ما يدار وشوفي ما يبقاش في كل حال على وديت كونت تمشي كونت يجي كونت. اي بنادم تما تعرفي بانه مقروص واصل مجيتك. شوفي بنادم ما شوفي بنادم راه ما غاديش انقول واش كذبات يعني بنادم ديبا راه وحده عندها كونت فيه 4 مليون وما قالوهاش غيقيلوني انايا. ولكن علاش داك الحسد؟ انا انا اللي بقى فيا الحال كطلبي السلاح من بنادم وبنادم بقى دايرك فراسو. اش هاد الخبث هذا؟ طير ليا انت الكونت انت هو دابا ملي بنادم غيبدا معايا الا بدا بغا انا بغيت ننسى كلشي في اللايف دابا. نكرك وشو ما كتفرجوا في اللايف؟
ما فهمتش انا، فهموني شنو طاي. المهم اختي نهار كبير هذا، والله ينورك وشكرا ليك. الله يحفظك لي الله يحفظك الزين. الزين. يلا كيفاش نكرني؟ ما فهمتش انا، شوف ما بقى ما ندويش حتى ينكر. عخفنا بلاتي بلاتي شوية ونقدروا نطلعوا الناس. الحكومة ما فهمتش، ما فهمتش كضحك يا اختي. كون غير عاودتي ضربتيها بشي الثاني من لا بلاتي ولا بلاتي. داكشي ما عندي واش نعرفو. شوف انايا حيت داك النهار قلت ليهم، انا قلت ليهم انا راه شنو كاين وشنو كاين من اللي بناء. ما كنت باغا ننسى الموضوع، انا ننسى الموضوع حيت صافي داكشي هضرنا فيه وسال، مابقاش عندي لاش نهضر فيه. غنبقى ندير غنبقى ندير لايف عندي نضحك كيف كنت، بحال 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 سميتو، بحال واحد دار لايف البارح وقال ليهم، قال ليهم شنو بغيتوني نذبح لها معزة. لا خويا ما بغيتش كنذبح عليا معزة، ما تذبحش عليا معزة، ما يبش ما تكذبش، تقول سولت وما دي شنو بغات ودي شنو بغات. جبتي كل شيء حطيتي، جبتي ما قلتيش انت شنو بغيتي تاكلي ولا انت شنو بغيتي تاكلي وانت شنو، انت جبتي وحطيتي. هذا اول حاجه، ما تكذبش على الناس تقولي مسولت، سولت وقلت ليها شنو بغيتي وشنو بغيتي. الا ما كاينش هادشي، جيتي وحطيتي لينا الماكله. ثاني حاجه، ديك القمله اللي كانت طالعه معاه، اللي كان طالع معاه ديك القمله، انا كنوجه لك واحد الميساج. ديك القمله ما كتعرفينيش، ما تجبدينيش على لسانك بيني وبين السيد. هذيك القمله باقا تجبديني على فمك، غنجبد لك دواسك. شكون فاهمين القمله؟ راه معروفه شكون هي، شكون فاهم؟ انت راك قمله ما توصليش في الصغير، وباقي كتهضري عليا. اش بيني وبينك اختي تهضري عليا؟ اش بيني وبينك؟ فيك متر وخمسين وباغا دي تجابدي معايا، يعني نتسناك تجي من برا. انا يعني نتسناك تجي من برا، عندك الشركه، الشركه ديالها ديال الوقواق. اويلي بنادم ولا كيدوخ شويه، ما فهمتش. الحكومه قمله هذيك. كتلحس الكابا البلاد باش دي لي زابوني، ودابا فهموا انا ما نحس حتى شي حد الكابا. انا نيشان، انا عندي نيشان، ما كنحس حتى شي حد الكابا. سالينا جبديني نجبدك، تقيت تهضري عليا هي القمله هاد المره، ديها في سوق راسك. فين هو حميد؟ اه ما تجبدينيش القمله الاخرى، تبقاي تقولي عليا انا لا انا ما فلان. ما تجبدينيش القمله، شكون هاد القمله؟ راه غتعرف راسها شكون هي. بارطاجي ولا اللايف. تسمعيني فين حميد؟ ندير لي الزياج بلاش يجيب كاميرا معايا. تا متر وخمسين ما سكتاتش البارح، باقا كتهضر. اسمع مالك حامد؟ باش ندير لي، باش ندير لي الزياج بلاش. لا لا خليك خليك عرفتها. وكتضحك وعاجبها الحال. باه توصليليش، اسمعيني بوجرة، كنجيلك هذا الميساج بوجرة. القمله اللي كانت طالعه في لايف البارح وكتهضر، كتهضر على الموضوع. انت اش قاصد؟ انت قميله نقصي بحال انتوما، علاش سميت عليها قمله؟ حيت هي بوجرة، هي بعيد على المشاكل، وبغيت تدخل راسك معايا في المشاكل نجبدك. شوفي ندير على، شوفي نحط لك شي حاجه يضرك راسك يهرب. ما تجبدينيش، اذا طلع شي واحد يهضر علي عندي في شي واحد طلع يهضر عليا في اللايف، انت اش ديري؟ انت سكتي، انت سكتي. ويلي وقالوا وبنادم ما تضحكيش عليا، ما كنعرفكش ما تجبدينيش، وما يحسنش ليا الشرف اصلا نعرفك على القمله الاخرى. واش كتسمعيني؟ كنسمعك مالك. سمعي سمعي، هذاك ما ديش عليه هذاك اصلا. واش باقي شي واحد كيركب سنان؟ الناس راه كيديروا الهوليود سمايل، هو داير داك السنان مال هذا مركب عند صانع اسنان هذا كاع باش يهضر عليه. سمعني سمعني، واش اليوم كنت جالس وسمي واحد الفيديو، هذوك جوج ولاد الحاجب، احتراما لولاد الحاجب، هذوك جوج ولاد الحاجب، هذاك بينكي وبرينك، عرفتي ذاك الطويل والقصير؟ ايوا كيسبوني انايا، ما فهمتش هذوك تما مالهم. كيسبوك انت شي جوج جملات اخرين؟ ولا داك بينكي وبرينك عرفتي يوم هذاك، داك خو الاخ الكبير واحد صغير تابعو صغور،
كنعرف انا كنعرف هذاك ما تسميش ما كنعرفش بينكي وينكي ولا شنو قلتي بينكي وبرينك انت كاين بينكي داك طويل والصغير وبرينك هذاك اللي كنتي واخويا ما كنعرفهمش انا هادو مالهم مالهم ما كنعرفش هما داروا عليا لايف تيسبوني تما ما تنفهم والو انا ها دوي دوي سمعيني ولا ما كتسمعيش دابا مزيان راك ناقص الصوت سمعيني سمعيني هذاك الطويل والقصير واش عندهم سمياتهم وما هو كسمياتهم ولا انت قلتي عليهم وراه ما بينتي و اه صافي صافي اوف خبارك انايا شوف واش دابا الكبير طاح عليه السروال ودابا خو الصغير باغي يجيب سروال خو الكبير فهمتي اش تجيب خو باغي يجيب السروال ما تقدرش علاش تخربقوا انت باقي صغير وتدي تحت رايتك بعد من هذا الشيء خوك الا كندير انستغرام خدمه حنا ما خصكش انت ديرو خدمه انت باقي صغير قبل قلايتك بعد من هذا الانستغرام انا تنقول لك بعد من هذا الانستغرام انا اسمع انا اش كنقول انا كنت كنهضر دابا في لايف قلت لهم هذوك الدراري داروا ليا والو ما بيني وبينه وبين الخير والاحسان انا طلعت معهم لايف ما خدوا لي عادي حتى ريال قلت لهم انا كيف وليت في المشاكل انت عارفه حميد مشاكل بنادم دار عليا انت علاش كتجي منه علاش قلتي لي فعلتي لي قلت لي كيف اخويا رد لي الجميل ديالي طلع طلع لي اللايف ديالك دابا من الاخر نسولك واحد السؤال دابا انا وقت طلعنا لايف اه علاش بنادم كلشي تقرص علاش هادشي كله متقرصو علاش حيت داكشي كاين وريتينا لي بروف داك النهار انت ما كنتيش عاقره ولكن شفنا اللاصق لا ولكن انا طلعت طلبت السباحه سبع لي جاتني هضره بنادم حاط لي في جروبات كيسيناريو فيا علاش انت يعني شنو بغاوا حميد هذا بنادم وانا على ما كنهضر كاينين جوج عندهم البراش في الكونت ديالهم بلا ما نسميهم شكون كاين براش الزملولي باين داك الزملولي سنانو شوف ان بعض الظن اثم ان بعض الظن اثم ولكن انا واحد القبله كانت طالعه البارح بارك كتضحك وكيقولوا شي هضره انا ما شوف انا نسيت الموضوع البارح ما درت لا لايف لا حتى شي حاجه نسيت بنادم وحاميت قلت لك خويا انا يا خليني بعيده ما نجبد حتى شي حد ولكن باش نفيق نلقى الكونت مشى بنادم داخل عندي صيفط لي بروف وانا كلشي الدراري تسناو السلسله كلشي في ستوري انا ما بقيتش غنوريكم ما بقيتش غنوريكم هنا انا كلشي غيتحط عندي في ستوريات كلشي يشوف بعيني وعرفوني الا كنت انا ظلمت الا كنت انا ظلمت يدهم طويله كانوا هما ظلموني وراه جيبونا البارح دار لايف عليا اش قال لهم قال لي انا كاع ما كندخل عنده بالكونت ديالي كندخل فوق كونت باش نشوفو باش عارف راسك انت مريض بيه تتشوفني انايا ومبلوكيني قال لي انا مبلوكي كاع ما كندخل عنده فوق كاع ما كندخل عنده بالكونت ديالي تندخل عنده فوق كونت مالك صافي وتنقولها لك تنقول لك انت بعيد على شي انت كدير جيدو ما تبقاش تطلع في لي لايف وداك الشيء شي حيد الكونفينمون ان شاء الله ودير لنا شي لاصال ديال دير لنا حصص في السبور لايفات ديال السبور كيفاش تهز رجليك كيفاش تنقز حواجز كدا يعني ماشي دابا وقت هادشي انت حنا دابا راه في الحجر الصحي كنجلسوا في الدار خلينا الدراري ديال الكوميديا نتفرجوا فيهم ماشي وقتك انت دابا نعاود نقول لك بوغ لا دوزيام فوا انت خليك بعيد على هادشي ودار لايف انت طلع مع كوميديان طلع مع سبور طلع مع العالم روتيني طلع مع روابا طلع مع مغنيين وروتيني اليومين اللي باقي ما طلعش معاه ما فهمتش انا وداك مين عي ما طلع معاه ما فهمتش بنادم يجي تلصق تشوف عندك شي شويه انستغرام واخا تكون شي 40 كات يبغي يدخل معاك واخا يشرب منك شي 20 كات هو هكا هو هكا انا ما تنعرفوش انا ندير انستغرام على ود الخير تندخل تنضحك في لايفات وندير على ود الخير مره كل سيمانه كنربحوا شي واحد لازم نقول غير واحد النقطه بالنسبه للناس اللي كيعايروا راكم كلكم كنبلوكيكم حيت انا ما عنديش معيار بغيتي تهضر هضر عادي اللي غيعاير يتبلوكا حيت انا كنبلوكي باش ما يعرفوش اصلا تيطيروا هانتوما انايا كنبلوكي الناس اللي كيعايروا شوف باش مثلا هذوك اللي تيعايروا تنشوفوا ناقص حيت داك الشيء تعاير قول كلمه زوينه دافع على شي واحد فينا دافع عليه بكلمه الحق شوف يدافعوا اللي بغى يقول شي حاجه يدافع ولكن باش ما يعاير ولا يقول شي كلمه خايبه هانتوما بعوض تقول كلمه خايبه دافع على الناس وصافي ونخليك تفرج دافع بغيتي على داك السبني دافع على داك اللي معاه انت ما عندك ما تدافعش اش تقول لي كيطلع مع بنت يقول لها شوفي طلعتي معايا وتزادك توكه انت مالك هو مارك زنقر بنقر مول فيسبوك واش انت مريض اصاحبي اش شويه صاحبي وانت كنتي كطلع